بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم. هذا بكل خير، تتواصل المنافسات والإثارة والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، حيث نتواصل معكم في هذا المساء الجميل، في هذا المساء البهيج، مع تحديات ومنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. هنا شوطنا التاسع في مجموعة الأشواط المسائية، والذي يحمل في طياته فئة الأبكار الإذاع، هنا لتعلن هذه الأسماء وتحديات الرائعة مع 6 كيلومترات. نتابع معكم البداية والصدارة والمركز الأول، الشاهنية من تفتح النداء بالمركز الأول، المملوكة وتابعة لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون. المهيري يتقدم بوسعيد هنا ليقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني القادمة والمحتلة، ثاني المراكز أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي هنا في عملية التضمير طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، بينما تتسلل الآن وتأتينا القادمة هملولة من هجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يقدم لنا هملولة على مستوى المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، والقادمة هنا هملولة لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يقدم لنا اسمين متميزتين في هذا الشوط. المركز الخامس من الجانب الأيمن، تتقدم الشاهنية لهجن أيضا الرياسة وسعيد بن مظفر العامري، ولكني أرى من وصلت الآن وتجاوزت إلى المركز الرابع مباشرة، هذه القادمة نوايد لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. هنا يأتي البرنس ليقدم لنا هذه الأسماء الجميلة. نتابع المركز السابع، المركز السابع وصلت الآن القادمة والواصلة ملهمة لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، يتقدم من خلال هذه الانطلاقة المميزة. المركز السابع، المركز الثامن تدخل من عسيلة كذلك لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يدفع بأسماء مميزة. هنا البرنس يقدم لنا هذا الانطلاق الكبير، بينما الوصول والقدوم الجميل من الشاهنية لهجن الرياسة وسعيد بن مظفر العامري، هنا يأتي في عملية التضمير والتدريب للمركز التاسع. المركز العاشر الوصول والقدوم من الشاهنية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه مشاهدينا الكرام العشرة المراكز الأولى التي عديناها عليكم مع هذه الانطلاقة الأولى وجولتنا الأولى مع هذه الأسماء التي تبحث عن هذا الانتصار، تبحث عن هذا الناموس. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المركز الأول، حيث التقدم المستمر لانطلاقة الشاهنية بالمركز الأول لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هملولة ترافق شاهنية في تحديات البداية لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي، يأتي هنا في عملية التضمير والتدريب، سيطرة ثنائية محكمة مع هجن الرياسة. المركز الثالث هنا أيضا القدوم والوصول الجميل مع القادمة نوايد وأفره نوايد المركز الثالث لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، هنا مع تضمير وتدريب. المركز الرابع وعادت إلى المركز الثالث أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس تأتينا هنا القادمة هملولة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. يا سلام،
أرى هنا القدوم والانطلاق الثنائي مع الشاهنية وشاهنية المملوكات والتابعات لمؤسسة هجن الرياسة بقيادة هنا سعيد بن مظفر بن محمد العامري يقدم لنا هذه الأسماء. وصلت الشاهنية لهجن الرياسة مع أيضا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ما شاء الله وتبارك الله، انطلاقة رائعة، تنافس كبير بين الشعارات العملاقة. 2 كيلومترات يا مضمرين ما بقى عن خط النهاية. وصلت عسيلة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل قادم. يا سلام، يا أسماء، يا أسماء، يا تنافس كبير بين هذه الشعارات الكبرى، بين هذه المؤسسات العظمى، بين هذه النوعيات الفريدة والنوعيات الفاخرة. ولكني أرى هملولة التي لا زالت بالمركز الأول المملوكة لهجن الرياسة، سلطان بن محمد الوهيبي العملاق. العملاق هنا أيضا العيناوي يتسلل، إلى البداية أيضا مع هذه الانطلاقة. هنا الشاهنية لهجن الرياسة، وأيضا سعيد بن مظفر، العامري. تنافس هنا بين الأخوة المضمرين، بين الفطاحلة، بين الكبار. المركز الثالث تأتي هنا نوايد المملوكة لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير من الجانب الأيمن. تقدمت عسيلة كذلك لهجن الشحانية وبقيادة جار الله بن طالب بن عقيل المري. الله الله، المركز الخامس تأتي هنا القادمة هملولة لهجن الرياسة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. الكيلومتر الأخير، المتر الأخير، يا سلام يا سلام، سيطرة محكمة لا زالت مع هملولة بالمركز الأول لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ولكن الشعار العنابي ينافس من الجانب الآخر، لهجن الشحانية مع أيضا جار الله بن طالب بن عقيل النابث المري. وثالثا هم أيضا الشاهنية لهجن الرياسة مع سعيد بن مظفر العامري. 600 متر الأخيرة، الشوط لمن رياسي أم هنا مع أيضا هجن الشحانية، شحانية أم رياسي؟ الأمتار الأخيرة، صراع بين هذه المؤسسات، الكبرى. ما شاء الله تبارك الله، التحديات الأخيرة. إلى أين السلام؟ هجن الشحانية أم هجن الرياسة؟ تحديات قوية حتى الرمق الأخير، يا سلام يا سلام، أين السلام يغادر؟ أسيلة، هملولة، أسيلة، هملولة، الذهبي والعملاق، رياسي، رياسي، هجن الرياسة، سلام، هجن الرياسة، سلام. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثالث الشاهنية لهجن الرياسة. المركز الرابع، حملوا لهجن الرياسة، والمركز الخامس لهجن الشحانية نوايد. هكذا مشاهدين الأعزاء كانت المنافسة والتحديات الكبيرة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة بفوز هملولة مع هذا الشوط الجميل. التوقيت الزمني 8:59 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان التوقيت هنا الزمني 8:59 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، وتهانينا أيضا لجار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث أتتنا مشاهدين الأعزاء واحتلت المركز الثالث بهذا الأداء الكبير. هنا الشاهنية لهجن الرياسة قطعت مسافة السباق في 9:04.05 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لسعيد بن مظفر بن محمد العامري. تهانينا وناموس للجميع. شاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا هنا العاشر في مجموع الأشواط، وشوطنا العاشر والخاص بانطلاقة وتحديات هنا الإذاعة.